ثلاث دول تشارك في القبض على أخطر مهرب دولي للبشر. انتشار غير مسبوق للشرطة النمساوية وحملات مكثفة على أماكن السهر. الكنيسة النمساوية تختار أفضل جنسية في الاندماج. مشاورات جديدة بين أمريكا والنمسا حول لقاح كورونا. حتى ماكدونالدز يتطلب تسجيلا مسبقا. تجديد متحف العالم الشهير فرويد في فيينا. أعراض جديدة لكورونا والإصابات اليومية 556 حالة. وإلى الأخبار تفصيلا. أسفر التنسيق الأمني بين كل من النمسا وكرواتيا والبوسنة عن القبض على أحد أخطر عناصر الإتجار في البشر في مدينة بيهاتش في البوسنة. وقالت مصادر إعلامية أن السلطات القضائية النمساوية سوف تشارك في التحقيقات مع المهرب الدولي. وأضافت المصادر نقلا عن وسائل الإعلام البوسنوية أنه تم القبض على المتهم من قبل ضباط شرطة في وكالة المخابرات المركزية في البوسنة، مشيرة إلى أن المتهم متورط في التجارة الدولية لتهريب البشر، وهي من أخطر الجرائم الدولية المنظمة عبر الوطنية. وذكرت المصادر أنه لم يعرف بعد المزيد من التفاصيل حول ملابسات القبض على المهرب الدولي. أعلن كارل نيمر وزير داخلية النمسا أنه تم نشر الشرطة بشكل واسع في جميع أنحاء البلاد لاحتواء وباء كورونا، خاصة أماكن التجمعات العامة، حيث قام ضباط الشرطة بالتحقق من مراعاة قواعد حظر التجول والحفاظ على مسافة الأمان. وأضاف نيمر أنه تم فحص إجمالي 7733 فندقا ومطعما وأماكن إقامة الفعاليات، وقد تم تحرير 160 محضرا في عطلة نهاية الأسبوع. وأوضح الوزير هدفنا المشترك هو الحفاظ على عدد الإصابات منخفضا. يجب علينا بذل كل ما في وسعنا لمنع انتشار العدوى. طالبت الكنيسة الكاثوليكية النمساوية بتقدير اللاجئين وحسن معاملتهم، لافتة إلى أنهم يلعبون دورا مهما في المجتمع ويجب التخلي عن العنصرية والتعالي في التعامل معهم. جاء ذلك على لسان الأسقف فرانس شارل مساعد كاردينال النمسا، حيث رفض كل الحملات والانتقادات التي توجه إلى اللاجئين، مشيرا إلى ضرورة تغليب الجوانب الإنسانية في التعامل معهم. وأشار إلى أن اللاجئين الذين جاءوا من البوسنة في التسعينيات كانوا من أنجح الجاليات اندماجا في المجتمع وساهموا في دعم اقتصاد البلاد. بحث ألكسندر شالنبرغ وزير خارجية النمسا مع كيس كراش وكيل وزارة الخارجية الأمريكية العلاقات الممتازة بين البلدين وسبل التنسيق في جهود التوصل للقاح لفيروس كورونا. وأشارت مصادر في الخارجية النمساوية إلى أن الوزير والمسؤول الأمريكي ناقش نتائج زيارة مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي إلى فيينا الشهر الماضي، كما بحث الشراكة الاستراتيجية الثنائية والعلاقات التجارية والاقتصادية، إضافة إلى سبل التعافي من أزمة جائحة كورونا. حتى مطاعم الوجبات السريعة وأشهرها ماكدونالدز لم تسلم من قرار الحكومة النمساوية بضرورة التسجيل قبل الدخول إلى المطعم. يجيء قرار الحكومة المطبق اليوم في إطار ما يسمى تتبع سلاسل العدوى بفيروس كورونا. افتتح الرئيس ألكسندر فان دير بيلن متحف وبيت العالم النفسي الشهير سيغموند فرويد بعد تجديده. المتحف يضم باقة نادرة من مقتنيات رائد التحليل النفسي في العالم النمساوي سيغموند فرويد. بلغت الإصابات اليومية بفيروس كورونا في النمسا بحسب وزارة الصحة 556 حالة خلال 24 ساعة. جاء ذلك فيما اكتشف باحثون أسبان أعراضا جديدة لفيروس كورونا.
الأعراض الجديدة عبارة عن بقع حمراء في الجلد وبخاصة في اللسان. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في تقارير إخبارية جديدة من صفحاتكم من دماغ.